أهلا وسهلا جميعا، شرفني أن أقدم مداخلة هنا في ويكي عربية، وشكرا جزيلا لحضوركم. اسمي كيت لافن، وأنا عضو في فريق الثقة والسلامة في مؤسسة ويكيميديا. يرتكز عملي في المؤسسة على أبحاث حملات التدليل على ويكيبيديا. اليوم سأتكلم عن المعلومات المدللة وحملات التدليل. أعرف أن هذه الفكرة ممكن تكون جديدة لكم، وسأحاول شرحها بوضوح. تعتبر حملات التدليل أزمة متنامية في جميع أنحاء العالم، كما تمثل مشكلة في مشاريع ويكيبيديا. فما هي حملات التدليل؟ لماذا حملات التدليل في ويكيبيديا مختلفة عن الحملات الأخرى؟ وكيف يمكن للمؤسسة أن تساهم في مكافحتها؟ سأبدأ بتوضيح تاريخ التدليل. هل المعلومات المدللة شيء جديد؟ أكيد لا، المعلومات المدللة ليست ظاهرة جديدة، كانت حملات التدليل والمعلومات المدللة آلية تستخدم خلال الأوبئة والحروب والانتخابات منذ مئات السنين، ولكن في الماضي تكلمنا عن الأكاذيب والتشويه بدلاً من المعلومات المدللة. في العام 1646 كتب دكتور توماس براون كتاب سودوكسيكا أبيداميكا، وتحدث عن المعتقدات الخاطئة وخرافات العصر، وقال أن هناك وباء المعلومات الخاطئة عن الطب. وأكيد اليوم لا تزال المعلومات المدللة جزءاً من حياتنا، خاصة حول كوفيد-19. من الدعاية إلى التدليل، في السنوات الأخيرة حدث تحول في الدوائر الأكاديمية، وانتقل التركيز من الدراسات الدعائية إلى دراسات المعلومات المدللة. مثلاً في العام 1937 أسس علماء في الولايات المتحدة معهد تحليل الدعاية. يعتقد عموماً أن فكرة التدليل، وبالإنجليزي بنسميه disinformation، جاء من كلمة روسية ديزانفورماتسية. ظهر هذا المصطلح في السنوات الأولى من الحرب الباردة، وكان يقصد به زرع الأكاذيب بين الأعداء. ظهرت دراسات المعلومات المدللة في المجال الأكاديمي في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2006. المعلومات المدللة أو حملات التدليل، بالإنجليزي نستخدم المصطلحين misinformation و disinformation. misinformation بالعربي يعني المعلومات المدللة، disinformation يعني التدليل أو حملات التدليل. المعلومات المدللة هي معلومات خاطئة أو غير دقيقة ينقلها شخص ما بغض النظر عن هدفه. التدليل والخداع كمثال. عندما نتحدث عن المعلومات المدللة فهذا يعني أننا لا نعرف أهداف أو قصد الشخص. التدليل هو عبارة عن معلومات خاطئة أو معلومات كاذبة تنتشر عن قصد أو عمد للخداع، هدفها التشويش على الحقائق. غالباً ما يكون إثبات قصد شخص ما مستحيلاً، فيستخدم باحثون مصطلح حملة التدليل فقط عندما يكون هناك دليل على استخدام أدوات التدليل وتكنولوجية للخداع، كحسابات البوت أو الذباب الإلكترونية. عندنا بعض الأمثلة التخيلية لشرح الفرق بين المعلومات المدللة والتدليل. المعلومات المدللة: شخص كتب رسالة على الفيسبوك تتناول معلومات شخصية مغلوطة عن أحد المرشحين. المعلومات في الرسالة خاطئة. يبيع هذا المرشح المخدرات. وحملة التدليل: يريد مرشح ما في الانتخابات تشويه سمعة مرشح آخر للحصول على أصوات أكثر. يدفع المرشح لشركة تقوم بإنشاء رسائل مزورة في مواقع التواصل الاجتماعي وإرسال نفس الرسالة آلاف المرات من العديد من الحسابات الإلكترونية المزيفة، وقال يبيع هذا المرشح المخدرات. وفي هذا المثال عنا نفس الرسالة 100%.
والمثال الثاني المعلومات المذللة، شخص كتب تعليق يقول فيه إنه لا يثق بلقاح فايزر، لم يتم اختبار لقاح فايزر بشكل صحيح، إنها ليست آمنة، لن أعطيها حتى لقطتي. وهملة التدليل، مجموعة من رافضي تلقي لقاح كوفيد-19 يدفعون لأحد معاهد البحوث في الخفاف بكتابة بحث مزيف يقول إن لقاح الفايزر ليس آمن للبشر، ثم ينشر أفراد المجموعة تلك البيانات على صفحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. أخيراً لدينا دليل على أن لقاح فايزر غير آمن للبشر، اقرأوا البحث الكامل هنا بحث مزيف.com. وأكيد هذه الأمثلة تخيلية. تظهر هذه الخريطة الدول فيها جرة انتخابات من العام 2018 حتى العام 2020. الدول الحمراء هي الدول التي تم التدخل في انتخاباتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو كان هناك هملة التدليل التي استهدفت انتخاباتها، سواء من جانب الدولة نفسها، دولة أخرى، أو من جانب مواطنيها. الدول الزرقاء هي الدول التي ما كان هناك دليل على التدخل في انتخابات أو دليل على هملات التدليل حول انتخاباتها. تثير عملية العمل في مكافحة التدليل أسئلة صعبة وعميقة، مثلاً كيف يمكننا أن نقرر ما هو صحيح وما هو كذب؟ ماذا يعني المصدر الموثوق به؟ المعرفة قوة، فمن لديه القدرة لتقرير ما هو حقيقي وما هو زائف؟ متى تصبح المعلومات المذللة ضارة بالناس والمجتمع؟ وكيف نتأكد من أن المعلومات على ويكيبيديا موثوقة بدون أن نكون متحيزين؟ في مجتمع ويكيبيديا نجيب على هذه الأسئلة بواسطة هذه المعايير: إمكانية التحقق، وجه النظر المحايدة، ولا أبحاث أصيلة. فهذه يعني أنه في ويكيبيديا لا نهتم بالحقيقة، نهتم بالمعايير. أنواع التدليل، كتبت 5 أنواع هنا، ولكن هناك أكثر من هذا في الواقع. أولاً التدخلات الانتخابية، وهي تقويض العمليات الانتخابية، زرع الأكاذيب عن المرشحين أو أكاذيب عن الانتخاب. إنكار تاريخي، وهو تشويه للسجل التاريخي. بعض الأمثلة على إنكار التاريخي هي إنكار الإبادة الجماعية وإنكار المحرقة. ما هو المعرفة عن الثقافات والمجتمعات؟ إزالة المحتوى عن ثقافة، قوم، دين أو مجتمع ما بدون سبب. دعاية الشعبية الزائفة، بالإنجليزي بنسميه astroturfing، هي إخفاء الجهات الرأيية لرسالة أو منظمة أو منتج ما لجعلها تبدو كما لو كانت نابعة من مشاركة شعبية حقيقية. والمعلومات المذللة الطبية، معلومات خاطئة أو خطيرة عن الطب، مثلاً المؤامرات وعلاجات مزيفة. كيف تختلف حملات التدليل على ويكيبيديا عن الحملات الأخرى؟ أولاً المجتمع، هناك مصلحة خاصة في المجتمعات المحلية في ويكيبيديا في منع التدليل الإعلامي من الظهور في مشاريعها. المشاريع، بدلاً من أن يكون هناك آلاف التعليقات وآلاف الآراء على كل موضوع، تهدف ويكيبيديا إلى تحقيق توافق آراء المجتمع على صفحة واحدة على أساس معلومات يمكن التحقق منها. أسلوب التدليل، بدلاً من استخدام الأدوات كالحسابات الإلكترونية، قد يحاولون منتشرين المعلومات المذللة حماية الصفحات أو منع المستخدمين الآخرين. والمعايير، في فيسبوك وتويتر ليس هناك معايير، كل شخص يكتب رأيه، وليس من اللازم أن تجد مصادر موثوقة، ولكن على ويكيبيديا المصادر ضرورية، فيستخدمون منتشرون التدليل مصادر مزيفة
أو اقتباسات سيئة من مصادر موثوقة. كيف تختلف التدليل عن أعمال التخريب العادية؟ التخريب هو كل تغيير في المحتوى يقوم به أي مستخدم لويكيبيديا محاولاً الإساءة لمحتوياتها. يندرج التخريب في ويكيبيديا تحت أي من هذه التصنيفات: مسح، الإفراط في الإطالة، سبام، بط مخرب، سخافة، نقل الصفحات، وكذا. في سياق حرب التحرير، لو كان كلا الجانبين يحاولان تحسين الصفحة، فهذا ليس تخريب. التدليل: حملات التدليل تهدف إلى تشويه حقيقة موضوع ما. قد يكون حملة التدليل إزالة المعلومات أو إزالة المقالات الكاملة، إدراج مصادر غير موثوق بها لدعم الإدعاءات الكاذبة، حماية الصفحات بحيث لا يمكن للمستخدمين الآخرين تصحيح المعلومات الكاذبة، وقد يكون هدر المستخدمين الذين قد يحاولون تصحيح روايات المعلومات المدللة على ويكيبيديا. التصرفات المرتبطة بالتدليل على ويكيبيديا: من الممكن أن تكون أي من هذه التصرفات جزءاً من حملة التدليل. تحديد المستخدمين: استخدام مصادر غير محايدة أو مصادر مزيفة، إدعاءات مثيرة للجدل بلا مصادر، إنكار الحقائق، استخدام دمية جورب، تحرير مدفوع غير معلن، منع المستخدمين دون سبب، أو السيطرة التامة على مشروع ما من جانب عدد صغير من المستخدمين. بالإنجليزي بنسميه هذا Project Capture أو التقاط المشروع. تعتمد ويكيبيديا على المصادر لتأكد من صحة المعلومات، ولهذا الشيء الأهم في مكافحة التدليل في ويكيبيديا هو استعمال المصادر الموثوقة. تحذر معايير ويكيبيديا بشأن إمكانية التحقق استعمال المصادر محل الشك والمصادر المنشورة ذاتياً، وهذا اقتباس من معايير ويكيبيديا ويشرح ما هو المصادر محل الشك والمصادر المنشورة ذاتياً، بجانب أن إزالة المعلومات التي لديها مصادر موثوقة يخالف معايير ويكيبيديا وقد يكون علامة على حملة التدليل. دور مؤسسة ويكيميديا: مؤسسة ويكيميديا هي الملاذ الأخير للقضايا التي لا يمكن للمجتمع أن يحلها. لا تقوم المؤسسة بتغيير أي من المحتوى في ويكيبيديا، ويظل المجتمع هو مراقب المحتوى وعملية التحرير في ويكيبيديا. ولذلك تعمل المؤسسة دائماً جنباً إلى جنب مع المجتمع على أي قضية مرتبطة بالمعلومات المدللة. كيف يمكن المؤسسة أن تساعد في مكافحة التدليل؟ من الممكن أن تساعد المؤسسة مع كل هذه الأشياء: إجراء تحقيقات في سلوك المستخدمين أو في الحالات الجدية، المساهمة في تحديد حملات التدليل على ويكيبيديا، مراقبة الصفحات التي لم يكن لدى المجتمع العربي الموارد الكافية لرصدها، توفير التدريب على حملات التدليل وتوضيح كيف تختلف عن أعمال التخريب العادي، إمكانية حظر الحسابات شديدة الخطورة في الحالات التي لم يكن من الآمن أن يفعل أفراد المجتمع هذا بأنفسهم بسبب خطر الانتقام أو المضايقات. وإذا دعت الحاجة إلى التواصل مع الإعلام فيما يخص المشكلات المتعلقة بحملات التدليل على ويكيبيديا، يمكن للمؤسسة أن تقوم بتنسيق الاتصالات والمساعدة. متى تحقق مؤسسة ويكيميديا؟ أولاً، عندما تكون المعلومات الكاذبة ضارة، مثلاً بالصحة أو الانتخابات. كمان حين ينجح مجموعة من المحررين في منع آخرين من تصحيح المعلومات الكاذبة على ويكيبيديا.
أو عندما يتوفر دليل على تعاون أو تنسيق مسيء للمحررين لحفظ معلومات خاطئة على ويكيبيديا أو لإزالة المعلومات الحقيقية من المنصة. أمثلة حملات التدليل على ويكيبيديا: كان هناك حملات التدليل على ويكيبيديا فيما مضى. لأكثر من عقد كانت مجموعة صغيرة من مستخدمي ويكيبيديا الكرواتية تسيطر على المشروع وكل المعلومات فيه، فقد قاموا بتشريح المحتوى في المقالات وأساءوا استخدام سلطتهم وعرقلوا الممارسات المجتمعية العالمية في ويكيبيديا بصورة منهجية. وخلال الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في العام 2020، مستخدم على ويكيبيديا انتهل شخصية عدو مهم في حملة جو بايدن الرئاسية، وبدأ التحرير تحت اسمه. بدأ هذا الشخص أن يحرر ويكيبيديا في محاولة إقناع الناس بأن عدو مجلس الشيوخ سيناتور دوكويث سيكون نائب رئيس جو بايدن. ولا شك كان هذا كذباً واتهام غير مؤسس. بعد ذلك نشر لقطة شاشة هذه الصفحة الويكي على تويتر، وقال إنه لازم تكون هذه المعلومات صحيحة لأنه كتبها شخص من حملة بايدن. هناك تقريرين عن هاتين القضيتين متوفران على متا ويكي، ولكن للأسف ليس هناك ترجمة باللغة العربية، بالإنجليزية والفرنسية وبعض اللغات الأخرى فقط. الانتخابات في العالم العربي في العام 2021. هذه السنة ستجري الانتخابات في هذه الدول. في العراق كان هناك انتخابات هذا الشهر، وفي ليبيا هناك انتخابات في شهر ديسمبر. وسنقوم بأبحاث حول هذه الانتخابات بس لأتأكد من أن ما كان هناك أي حملة تدليل في ويكيبيديا. بدي أحكي شوي عن فريق الثقة والسلامة بشكل عام. لدى المؤسسة فريق للثقة والسلامة، الفريق متاح للمساعدة في الكثير من القضايا. حالة الطوارئ وهي التهديدات بالقتل أو بالأذى على ويكيبيديا، وأيضا الأفراد الذين يهددون بالانتحار على ويكيبيديا. رجاء أرسلوا أي معلومات مرتبطة بالأمور القانونية إلى legal@wikimedia.org. المضايقات المتكررة التي هي سيئة أو مهينة في طبيعتها وتم إبلاغها للآليات المحلية دون جدوي. ينبغي أن تحاول حل المشكلات بين المجتمع من خلال مجموعة المستخدمين، أبكم لو كان هناك أبكم محلي، أو طلب التعليقات على متى قبل الذهاب إلى المؤسسة. أعمال تنفيذية: الأعمال التنفيذية أو إجراءات مكتب مؤسسة ويكيميديا هي إجراءات تنفذ عبر حساب موظفي مؤسسة ويكيميديا وفقاً للسياسة الرسمية لمؤسسة ويكيميديا. تشرح هذه الصفحة الأعمال التي يمكن للمؤسسة أن تقيم بها ضد المستخدمين في الحالات الجدية وشروط استخدامها. إذا لم تناسب قضيتك مع هذه المعايير، فقد لا تكون المؤسسة قادرة على مساعدتك. نادراً ما تستخدم أعمال تنفيذية. تستخدمها المؤسسة في هذه الحالات فقط. تحذير من السلوك: تستخدم تحذير من السلوك عندما يكون السلوك مسيء، السلوك التخريبي، السلوك الذي يعيق العملية التعاونية، الهجمات الشخصية المتكررة، حرب التحرير وانتحال الشخصية، أو غير ذلك من تعليقات وسلوكيات شخصية غير ملائمة. هذا للمستخدمين عالمياً.
المستخدمين الذين يمارسون مضايقات مسيئة أو متكررة لمستخدمين آخرين في مشاريع متعددة. المستخدمين الذين يمارسون مضايقات مسيئة أو متكررة خارج مواقع ويكيميديا من أجل تهديد المستخدمين. تهديد ثقة أو سلامة المستخدمين أو موظفي المؤسسة. المستخدمين الذين ينتهكون بشكل متكرر أو فظيع شروط استخدامنا مثل استضافة محتوى غير قانوني على ويكيبيديا أو تعريض أمن البنية التحتية في ويكيبيديا للخطر. ونهائياً حقوق الإنسان. في خلال عام 2021 قامت ويكيميديا بتأسيس فريق حقوق الإنسان ليعمل على تخفيف من المخاطر ومواجهة التهديدات التي يتعرض لها المساهمين الأفراد والمجموعات الذين دعموا رؤية المؤسسة في المساهمة بحرية في خلق محتوى مشروعات الويكي. هنا أمثلة على بعض الموضوعات محل تركيز الفريق. المتابعة والرقابة الحكومية، مخاوف جدية بشأن الانتشار المحتمل للمعلومات المضللة التي ترعاها الحكومة أو ذات الميول القومية عبر مشاريع المعرفة المجانية. المضايقات، مضايقة أصوات الأقليات في مشاريع ويكيميديا، والهجمات الجنسانية على المتطوعين الذين يعرفون علماً على أنهم إناث أو متحولات الجنسية أو غير ثنائي الجنس، تشويه المعلومات الشخصية وكذلك التهديد بالعنف. المحتوى الضار، الهجمات على الأفراد لكي يعتبر المحتوى الضار انتهاكاً محتملاً لحقوق الإنسان. يجب أن يحد من قدرة الأشخاص على الوصول إلى المعلومات والتحرر من التشهير أو ضمان أمنهم، وقيود على عدالة المعرفة. بعض القضايا التي عمل عليها الفريق منذ تأسيسه: أفغانستان، قضية فلبين مضايقة، وقضية هونغ كونغ الكشف عن المعلومات الشخصية والقضاء وما إلى ذلك. شكرا جزيلا. يرجى الاتصال بنا إن كان لديكم أي أسئلة أو أي مشكلة متعلقة بملف الثقة والسلامة أو التدليل. هذا إيميلي k11@wikimedia.org، وهذا إيميل الثقة والسلامة ca@wikimedia.org.